بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نلاحظ إن أناجيل الخمسين المقدسة كلها بمحورها هو السيد المسيح أو المجد. فلو أخذنا البنا إنه كان في الأحد الأول بيتكلم الأسبوع الأولاني كان بيتكلم عن المسيح المنتصر القائم من الأموات. والأسبوع الثاني اللي هو ينتهي بالأحد الثاني الأحد اللي فات كان بيتكلم عن المسيح الخبز الحي النازل من السماء. هو خبزنا الحقيقي وهو مصدر شبعنا. وتكلمنا عن إنه من يأكل جسدي ويشرب دمي يسقط فيا وأنا أيضا فيه. والخبز شيء هام جدا في الحياة، يعني لابد أن الإنسان علشان يعيش لازم أن هو يأكل الخبز، والإنسان عشان يعيش روحيا لابد أن يرتبط بالمسيح، يأخذ جسد المسيح ودمه يشفع به ويثبت فيه. الأسبوع الثالث اللي هو النهاردة بيتكلم عن المسيح الماء الحي. المسيح هو الماء الحي اللي هو جالها كده في عبارة في وسط الحديث مع السامرية: الماء الذي أنا أعطيه، من يشرب من هذا الماء، ماء العالم يعني أو ماء البئر اللي هو جالها لما قالت له اديني أشرب، إن من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، بل تجري من بطنه أنهار ماء حي. وحاجتين أساسيين: الخبز والماء في الحياة. الإنسان اللي يعيش لازم يبقى عايش، لازم يأكل ولازم يشرب علشان يعيش. والأسبوع اللي جاي يكلمنا عن المسيح النور الحقيقي. أنا هو نور العالم. يعني الإنسان لا يمكن يعيش بدون خبز، بدون ما يأكل حاجات أساسية، وبدون ما يشرب، وبدون إن هو ما يعيش في النور. يعني يعيش في ظلمة تبقى حاجة صعبة. خلينا في موضوعنا النهاردة هو الموضوع بتاع المرأة السامرية. هذا الموضوع، هذا الإنجيل بنسمعه في أيام الصوم الكبير، بيكلمنا عن التوبة القوية بتاعت المرأة السامرية، وإزاي إنها لما تقابلت مع السيد المسيح وصلت إنها لحياة التوبة، وقدمت توبة قوية قدام المسيح. النهاردة كلمنا عن المسيح إن في الآخر خالص، وإنه المسيح هو مخلص العالم، لأن الخلاص تم بالصليب وبالقيامة لما قام المسيح منتصر. فالمسيح هو المنتصر القائم، هو مخلص العالم. عشان كده الست دي لما تابت ربنا فتح عين قلبها وقدرت إنها تشوف إنه المسيح هو مخلص العالم. يعني مرأة سامرية، ودي يعني طائفة تانية أو يعني مجموعة أو اللي بيسكنوا السامرة غير اليهود. الديانة بتاعتهم ديانة مختلطة، واليهود هم اللي يعرفوا إنه النبوة والمسيح. لكن نلاقي إن هذه المرأة بسرعة في حديثها مع المسيح بتتكلم عن الخلاص وعن السجود وعن كلام، مجرد بس ما إنه المسيح اتكلم معاها عن ما هو في قلبها. المسيح ورّلها وعرفها إنه عارف تفاصيل حياتها من غير ما تتكلم من شعب آخر. فأول ما قال لها كل اللي هي عملته فشدها. المسيح عالم الخفايا، يعرف
ما هو في داخل الإنسان؟ حصل إنه المسيح مع الشعب اليهودي عرفهم إن هما إيه اللي بيفكروا فيه، ولكن ما فكروش إنه ده المسيح. يعني نفس الموقف حصل مع اليهود وحصل مع المرأة السامرية. مع اليهود في بيت سمعان الفريسي، لما دخلت المرأة الخاطئة وتقبل رجلين المسيح، فسمعان فكر في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة. فالمسيح رد عليه على طول، قال له: يا سمعان، أنا هقول لك، عندي كلام أقول لك. وقال له، عرفه بقى إنه أنت بتفكر في إيه، وأنا عرفت الفكر بتاعك وأنا برد عليك. ولكن علشان الفريسي ده اللي هو من جواه يعني صعب إن هو يتحرك، يعني لما واحد كده يبقى صعب ولا بالكلمة ولا بالحرف، يقولوا له ده أنت فريسي. فريسي يعني إيه؟ يعني واحد متزمت حتى في كل شيء، مش مدقق، لا، متزمت في كل شيء، وجاه في القلب وعقله وفكره وكل حاجة. فممكن ربنا يتعامل مع إنسان ويعرفه: أنا عارف فكرك وعارف بتعمل إيه، وبيحاول يصحيه، ولكن برضه ما بيصحاش. لما قدموا المفلوج أيضا للمسيح وقال له: مغفورة لك خطاياك، ففكروا قالوا: مين اللي يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فالمسيح قال لهم إيه؟ أيهما أيسر؟ إيه الأسهل؟ إن أنا أقول له مغفورة لك خطاياك، ولا قم واحمل سريرك وامشي؟ لكن طيب، علشان أنتوا مش عارفين إنه دي سهلة، قم احمل سريرك وامشي، دي سهلة بالنسبة للمسيح، بالنسبة للشخص مغفورة لك خطاياك هي إيه؟ هي الأساس. ما فكروش برضو وقالوا إن هو ده عرف إزاي إن إحنا بنفكر في كده، ولكن فضل قلبهم مقفول. إن ربنا يتعامل مع كل إنسان بطرق مختلفة، ولكن للأسف أحيانا القلب يكون مقفول، ويبقى الإنسان جواه حاجات كتير وأفكار و يعني أعمال وحاجات كتيرة جدا، لو اتكشفت قدام الناس أعتقد إن الإنسان يبقى مغزي. لكن من السهل جدا أن الإنسان يظهر بصورة إيه؟ بصورة الحمل، وبيبقى من جوه أمور صعبة. يعني كلمة إيه؟ زي ما قال السيد المسيح عن إن هما لهم صورة الحملان، ولكن هما إيه؟ ذئاب خاطفة. الكلام ده علشان إن إحنا ننقي قلبنا، نعرف إن ربنا فاحص القلوب والكلى، ربنا عارف جوانا إيه، عارف جوانا إيه، لازم ننظف اللي جوانا. ممكن يخيل على الناس اللي قدامنا إن أنا أتكلم كلام حلو، ممكن يخيل إن أنا أبان إن أنا إنسان حلو، ممكن، لكن ربنا شايف أنا جوايا إيه، ربنا شايف جوايا ايه. فالواحد يقول لنفسه ايه؟ انا لازم انقي اللي جوايا، لازم انقي اللي جوايا. هذه المرأة السامرية اللي هي انسانة كانت خاطئة ومن جنس غريب او من شعب غريب، لما السيد المسيح قال لها: اذهبي وادعي زوجك، فقالت له: ليس لي زوج. قال لها: حقا فعلا بالصدق انت قلتي، كان لك خمسة أزواج والذي معك هو ليس هو زوجك. يمكن كان اللي معها في الخفاء، ولكن المسيح من شعب تاني يهودي، بتقول له: أنت يهودي، فيعرف إزاي اللي كان بيتجوزها خمسة ومعها واحد ما هوش في علاقة شرعية بزوجها. قلت له: أرى إنك نبي، أنت مش ممكن، أنت مش إنسان عادي. وبعد كده لما تتطرق بقى تعامل ربنا معاها وابتدى يتحرك قلبها، تقول، قالت له ايه؟ طيب السجود يكون فين؟ ده انت مرأة خاطئة وعايشة
في الخطيه تسال عن السجود؟ لانه الانسان لما يتقابل مع المسيح ويكشف قلبه وينظف قلبه ويطلع اللي جواه، المسيح بقى يبتدي ينور قلبه، يبتدي يسال ويتكلم في حاجات روحيه. يقول لها السجود مش هنا ولا على هذا الجبل، لكن السجود لربنا، السجود بالروح والحق. يعني انسان يحس ان هو في حاله سجود، في حاله فرح، في حاله في حضره الله. للصلاه سجود، يعني السجود بالروح والحق، يعني ان الانسان يسجد ويصلي ويسبح ربنا، يعني يبقى ربنا هو محور حياته. ما هوش يبقى مثلا الصلاه بالنسبه للانسان، ما ممكن الانسان بالنسبه له يصلي يمسك الاجبيه ويصلي في البيت الصلاه الفرديه، شيء كويس، لكن دماغه هنا وهنا وخلص وخلاص، يمكن جرى شويه مزامير عند هذا الحد، دي نمره واحد. لكن الصلاه ان الانسان يبقى في حضره ربنا، حس انه واقف قدام ربنا. ليه؟ انه احيانا الانسان يقول ان انا رحت الكنيسه وصليت وحضرت القداس وزي ما دخلت وزي ما طلعت وروحت وما حسيتش. ليه؟ لانه مش حاسس ان انا في حضره ربنا، مش حاسس ان في حضره ربنا، في حاله وجود مع ربنا. هذه المراه السامريه لما حست ان هي في حاله وجود قدام ربنا تغير حالها تماما، تغير حالها تماما. الانسان اللي واقف بيصلي قدام ربنا لا بيفكر في مين اللي قدامه ولا مين اللي وراه ولا مين اللي جنبه ولا مين اللي طلع ولا مين اللي دخل ولا مين اللي راح ولا مين اللي جه. واقف قدام ربنا بحضره ربنا، ماليش دخل باي حد خالص ولا باي شيء يكون حواليه. هو ده الانسان بيصلي، بيصلي بمشاعره، وكل كلمه كل كلمه عايش معاها. الانسان يعيش بالروح والحق. كلام اللي قال السيد المسيح لهذه المراه السامريه ما يقولش بعد كده ان انا رحت الكنيسه ومشيت وزي ما دخلت زي ما طلعت، لانه انا ما حسيتش ان انا في حضره ربنا. لكن هذه المراه اللي هي حست انها في حضره ربنا انطلقت، تغير حالها، واللي كانت بتستخبى من الناس طلعت جاري وتقول للناس تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. لعل هو المسيح. راحت تبشر بالمسيح، راحت تبشر بالمسيح وبشرته. اصبحت بقى هذه المراه الخاطئه ان هي اصبحت كارثه، اصبحت كارثه. واخذ المسيح ومكث عندهم يومين. على فكره مكث عندهم يومين زي مثلا الحاله اللي احنا بنعيشها برضه دلوقتي، اللي هي فتره الاربعين المقدسه. المسيح كان بيظهر للتلاميذ، يعني مكث معاهم. هل بنشعر ان المسيح ماكس معانا؟ واول ما دخل عندهم ومكس عندهم يومين واتكلم وشافوه واتقبلوا معاه، قالوا ايه؟ احنا امنا ان هو المسيح مخلص العالم، هو ده المسيح المخلص العالم اللي احنا ايه؟ اللي احنا منتظرينه، هو اللي احنا منتظرينه. ففي هذه في الخمسين بقى بنتكلم ونتمتع بهذا الانجيل بالمراه التي نالت الخلاص، واحنا بنعيش بالفرح والخلاص، بنعيش في حضرة الرب يسوع، مقدمين توبة من كل قلبنا له كل مجد وكرامة من الآن وكل أوائل ولا ضرورة.